استقبل السيد رئيس الجمهورية سعادة سفير جمهورية السودان السيد العبيد محمد العبيد رحمة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير جمهورية السودان السيد العبيد محمد العبيد رحمة بالتصريح التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفت بعد ظهر اليوم باستقبالي من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، حيث عبرت عن شكري وتقديري في البدء للرعاية والعناية الفائقة التي وجدتها في أرض الجزائر الطيبة الجميلة طوال فترة عملي في الجزائر. ونقلت لسيادته تحيات السيد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعبرت عن رضائنا التام لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما عبرت عن رغبتنا الأكيدة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لما فيه خير البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين.